موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الحكم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني تعالى ذكره بقول أولئك، هؤلاء الذين سمينا من أنبيائه ورسله نوحا وذريته الذين هداهم لدين الإسلام واختارهم لرسالته إلى خلقه هم الذين آتيناهم الكتاب. يعني بذلك صحف إبراهيم وموسى وزبور داود وإنجيل عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحكمة يعني الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام، وروي عن مجاهد في ذلك الحكم والنبوة قال الحكم هو اللب. هذا سبق شرحه. قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول تعالى ذكره فإن يكفر يا محمد بآيات كتابي الذي أنزلته إليك فيجحد هؤلاء المشركون العادلون بربهم كما روي عن ابن عباس فإن يكفر بها هؤلاء يقول إن يكفروا بالقرآن يبقى بها يعني بآيات الله. ثم اختلف أهل التأويل في المعني بهؤلاء، قال بعضهم عني بهم كفار قريش وعنى بها بقوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الأنصار عن قتادة في قول الله تعالى ذكره فإن يكفر بها هؤلاء
قال أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة. قال الضحاك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال الأنصار عن الضحاك قال فإن يكفر بها هؤلاء، قال إن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة الأنصار ليسوا بها بكافرين. عن السدي فإن يكفر بها هؤلاء يقول إن تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار. عن ابن جريج فإن يكفر بها هؤلاء أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أهل المدينة. عن ابن عباس فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال كان أهل المدينة قد تبوأوا الدار والإيمان قبل أن يقدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله عليهم الآيات جحد بها أهل مكة، فقال الله تعالى ذكره فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال عطية لم أسمع هذا من ابن عباس ولكن سمعته من غيره. عن ابن عباس فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة يقول إن يكفروا بالقرآن فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني أهل المدينة والأنصار. وقال آخرون معنى ذلك فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها الملائكة. عن أبي رجاء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال هم الملائكة. هذا بعيد والله أعلى وأعلم، فإن إيمان الملائكة لا يكون حجة على من كفر من قريش من أهل مكة، إنما يكون حجة عليهم وذما لهم أن بشرا مثلهم ممن هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أصل بعثته فيهم أول ما بعث آمنوا بها وأنتم كفرتم. قال آخرون عنا بقوله فإن يكفر بها هؤلاء يعني قريشا، وبقوله فقد وكلنا بها قوما الأنبياء الذين سماهم في هذه في الآيات التي مضت قبل هذه الآية. عن قتادة فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قالهم الأنبياء 18 الذين قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. عن قتادة فإن يكفر بها هؤلاء يعني قوم محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني النبيين الذين قص قبل هذه الآية قصصهم، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عنا بقوله فإن يكفر بها هؤلاء كفار قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يعني به الأنبياء 18 الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذا، وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر أو ذكر، فما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم، بل الصحيح قول جمهور المفسرين وهو أن المقصود بذلك من يؤمن دون من لم يؤمن، يعني قد أعد الله عز وجل
من يؤمن بهذه الآيات وبالنبوة وبالقرآن العظيم دونكم يا أهل مكة الذين كفرتم. بلا شك أن المقصود من آمن من أهل المدينة هم الذين وكلهم الله، ليسوا بها بكافرين، وأن يكفر بها هؤلاء هم أهل مكة من كفر منهم. لأن كفار قريش كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس، كفروا بها بالقرآن بآيات الله. فأما الأنبياء السابقون قبل أن ينزل القرآن فهم لم يعرفوا تفصيل القرآن، عرفوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب المذكورة، لكن لم يعرفوا تفاصيل القرآن الذي أنزله. فالأولى أن يكون الذين وكلنا بها أي بآيات الله وبالنبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما فيها، قوما أحياء، يعني أو يكونون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، يعني على يعني ترجيحه في التفسير. فإن كفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها. وقد قال بعضهم معنى قوله: فقد وكلنا بها قوما رزقناها قوما. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره أولئك، هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين، هم الذين هداهم الله لدينه الحق وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه والقيام بحدوده واتباع حلاله وحرامه والعمل بما فيه من أمر الله والانتهاء عما فيه من نهيه، فوفقهم جل ثناؤه لذلك. وحمل هذه الآية أولئك الذين هدى الله على أنها على التي قبلها على الرسل. إذا قلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله، عاد الكلام إلى الأنبياء ظاهرا والله أعلم. لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي، إذن لابد أن يكونوا قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهتدي بهداهم. ولكن الآية التي قبلها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني وكل بآياته عز وجل ورزقهم الإيمان، هذا كما ذكرنا في قوم أحياء. قال يقول تعالى ذكره فبهداه مقتده، يقول فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي سلكوا وبالهدى الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم اقتده يا محمد، أي فافعل اقتده يا محمد أي فاعمل وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضا ومنهاج من سلكه اهتدى. وهذا التأويل على مذهب من تأول قوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أنهم الأنبياء المسمون في الآية المتقدمة، وهو القول الذي اخترناه في تأويل ذلك. وأما على تأويل من تأول ذلك أن القوم الذين وكلوا بها أهل المدينة
أو أنهم الملائكة، فإنهم جعلوا قوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اعتراضا بين الكلامين زي ما قلنا حالا. ثم ردوا قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده على قوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، عن ابن جريج ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن زيد أولئك الذين هدى الله يا محمد فبهداه مقتده ولا تقتدي بهؤلاء، عن السدي قال ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، عن ابن عباس قال ثم قال في الأنبياء الذين سماهم في هذه الآية فبهداه مقتده. ومعنى الاقتداء في كلام العرب بالرجل اتباع أثره والأخذ بهديه، فيقال فلان يقدو فلانا إذا نحى نحوه واتبع أثره، قدة وقدوة وقدوة وقدية. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين أمرتك أن تذكرهم بآياتي أن تبسل نفس بما كسبت من مشركي قومك يا محمد، لا أسألكم على تذكيري إياكم والهدى الذي أدعوكم إليه والقرآن الذي جئتكم به عوضا أعتاضه منكم عليه وأجرا آخذه منكم، وما ذلك مني إلا تذكير لكم ولكل من كان مثلكم ممن هو مقيم على باطل. ما ذلك مني إلا تذكير لكم بأس الله أن يحل بكم وسخطه أن ينزل بكم على شرككم به وكفركم، وإنذار لجميعكم بين يدي عذاب شديد لتذكروا وتنزجروا. وهذه الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا دليل على أن العلم الذي جاء به الأنبياء لا ينبغي أن يسأل عليه الأجر، وينبغي أن يعلم مجانا كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم مجانا. وفي الآثار الإسرائيلية أن الله عز وجل قال يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، فهذا هو الأصل في هذا أن لا يسأل العلماء أجرا. وهكذا كان علماء الأمة الكبار الصحابة رضي الله عنهم علموا الناس بلا أجر يأخذونه منهم، وكذلك أئمة الفقه الأئمة الأربعة وشيوخهم وشيوخ شيوخهم وتلامذتهم، وكذلك أئمة الحديث وشيوخهم وشيوخ شيوخهم وتلامذتهم، هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وكل هؤلاء الأئمة لم يأخذوا أجرا على ما علموا الناس، فليقتدى بهم فإن ذلك هو الأصل. وأما مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على الرقية به فهذه مسألة يعني خاصة ليست هي الأصل في هذا الباب، بمعنى أن من أجاز أخذ الأجر على تعليم القرآن على قراءة القرآن في للتعليم وليس يعني لإقامة الحجة فهذا في غير الواجب من القرآن، في المستحب في الزيادة. أما الأصل الذي تقوم به الحجة فلا بد أن يبذل مجانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.